تبون قدم طلبا شخصيا والسيسي يرفض. مصر تعرقل مقترحا هاما للجزائر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحدثت مصادر إعلامية عن تقدم الجزائر بمقترح هام لم ترد عليه مصر بعد. واقترح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشكل شخصي على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وموافقة القاهرة على فتح المجال أمام الجزائر من أجل تمرير مساعدات نفطية لأهالي قطاع غزة وفقا لصحيفة رأي اليوم. وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولين مصريين كبار تهربوا من الإجابة على تساؤلات الحكومة الجزائرية مؤخرا تتعلق بدعم قطاع غزة في الوقت الذي يحتفظ به الرئيس تبون بأمل أن يقبل السيسي بمقترح. ويتمنى المقترح الرئيس تبون في أن تتكفل الجزائر بتغطية كل احتياجات قطاع غزة من نفط ومحروقات على نفقة الخزينة الجزائرية، إلا أن السيسي لم يتحمس للفكرة. كما شددت الجزائر على أنها ستضمن تغطية كافة التكاليف دون أن تدفع الحكومة المصرية أي تكلفة. ووفقا للمصدر ذاته تعتقد الجزائر أن السيسي تهرب من الجواب المباشر على مقترحات تبون وأن القاهرة ترفض الموافقة على اقتراح الجزائر.